كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجادة الحمراء من الجذور عندما تفور ثمن الحرية الحمراء دم النحور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سيدنا ومولانا نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قاعدة. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. صدق رسول الله. خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المقولة التأريخية بهذه المقولة العظيمة خط لنا طريق الحق، وهو الطريق الذي باشر به وبدأ به سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين أبا الشهداء. هذا الطريق الذي فدى بنفسه سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين وصحبه الكرام وأهل بيته من أجل إحقاق الحق وكلمة الحق، وكذلك إزهاق الباطل وحرية الإنسان والإنسانية إن شاء الله. هذا الطريق الذي تكاثر فيه المؤمنون من جميع أقطاب الأرض ودوله، هذا الطريق الذي كان بلا منازع موحدا لكل الطوائف والقوميات والمذاهب، فهذا الطريق يجمع الإنسانية أجمع. ونحن نرى مواكب الزائرين هذه تجوب طريق الجنة إلى كربلاء المقدسة. هذا الطريق الذي جمع كل فئات البشر بدون أي تمايز من الأعراق أو الطوائف أو المذاهب. هذا الطريق الذي فيه كل إرادة الخير إن شاء الله. من هذا الطريق أقامت جامعتنا جامعة جابر ابن حيان موكبها الطبي لخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين. هذه الخدمة الطبية والعلاجية والخدمة الصحية والتمريضية بشتى أنواعها، هذه الخدمة تقدم للسنة الثامنة على التوالي. فبعد أن كان الموكب الطبي عبارة عن خيمة صغيرة تمدد وتوسع ببركات الإمام الحسين عليه السلام، هذا الموكب كبر وأصبح على ما ترونه الآن. وإن شاء الله في العام القادم سنرى شيئا مغاير لما نراه العام، شيء أكبر وأفضل إن شاء الله، خدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين. هذا الطريق إذن الذي وحد الشخصيات ووحد الأمم ووحد المذاهب ووحد الأعراق، هو هذا الطريق بداية إن شاء الله لظهور مولانا سيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله نحن نقدم الخدمة لزائري أربعينية الإمام الحسين وبكل ثقة وباحترام من أجل أن يكون ثوابها واصل إلى رسول الله، إلى فاطمة الزهراء، إلى سيدتنا وملاتنا زينب الكبرى. إن هذا اليوم أسمته الجامعة يوم الزينبيات لما قدمنا ويقدمنا من خدمة جليلة في الموكب الطبي لجامعة جابر بن حيان. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يكون هذا العمل مقبولا لديه إن شاء الله. سائبت جامعتنا جامعة جابر بن حيان الطبية على تقديم الخدمة لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من خلال تجهيز المفرزة الطبية التابعة للجامعة بمختلف الأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك من خلال تواجد كافة منتسبي الجامعة من تدريسيين وأطباء وصيادلة وموظفين لتقديم الخدمة والرعاية الطبية للزائرين. نسأل الله السداد والتوفيق والقبول لهذه الخدمة المباركة. وهو المسرح أرضا والممثلون عنك عاجزون ما على بصرع إبداعك مبدعون في مدى القرون إن إبداعك لا تدركه العيون لا ولا الظنون
أنت أخرجت في المال شهادة ثم أدخلت فن القيادة. أنت أخرجت في المال شهادة ثم أدخلت فن القيادة. حياتنا حسين مماتنا حسين، حياتنا حسين مماتنا حسين. عبقري أنت في هندسة الكفاح وخطى النجاح، هكذا دمك إن ضج من الجراح كان كاللقاح. وسلاما عسكريا لحنه النياح يمتطي الرياح، ونشيدا داعيا حي على الفلاح وعلى السلاح. وتحياتنا عسكرية لدماء تجارت ذكية، وتحياتنا عسكرية لدماء تجارت طرية. حياتنا حسين مماتنا حسين، حياتنا حسين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرة أخرى وعاما بعد عام تستمر مسيرة الخدمة الحسينية لخدمة زوار أربعينية الإمام الحسين، وتعود مرة أخرى جامعة جابر بن حيان الطبية في النجف بمفرزتها الطبية لتقديم هذه الخدمة. بدأت بخيمة بسيطة أصبحت الآن مفرزة طبية متكاملة تقدم كافة الخدمات الطبية للزائرين. شكرنا وامتناننا إلى كل من وقف ودعم هذه المفرزة، ابتداء من السيد رئيس الجامعة وإلى عمادات الكليات وإلى الأساتذة وأبنائنا الطلبة الأحباء. ودعائي للجميع بالموفقية في تعزيز هذه الخدمة. قد باشرت جامعة جابر بن حيان الطبية بكل منتسبيها من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد باقر فخر الدين وعمدائها عميد كلية الطب وعميد كلية الصيدلة وأساتذتها، والمنتسبين إلى الجامعة من أساتذة وتدريسيين وطلبة بالمشاركة في هذا الموكب من خلال تقديم المساعدات الطبية، من خلال تقديم الدواء، من خلال تقديم العلاج لكل الزائرين. هذا الموكب مستمر على مدى 10 أيام يقدم كافة الخدمات، وكانت التبرعات المجزية الجزيلة من قبل إخواننا في الجامعة من الأساتذة والطلبة، وهذا دليل على حبهم وعمق علاقتهم بالحسين عليه السلام. وهذه هي توصيات وزارة التعليم العالي في تقديم الخدمات إلى الزائرين. نسأل الله أن يتقبل منا ذلك وأن يكون ذلك في ميزان أعمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبا عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الأيام العظيمة، أيام زيارة الأربعين. تقيم جامعتنا جامعة جابر بن حيان الطبية المفرزة السنوية لخدمة زوار أبا عبد الله الحسين. بالنسبة للتعاون موجود من قبل كلية الصيدلة وكلية الطب بكافة كوادرها من طلاب ورئيس جامعة وعمداء وأساتذة تدريسيين، وخاصة توفير الأدوية الضرورية الخاصة لهذه الزيارة. والحمد لله وشكر، احنا نشكر رب العالمين على هاي الخدمة المقدمة اللي هي تكون أقل خدمة مقدمة إلى زوار أبا عبد الله الحسين، ونأمل أنه تستمر هاي الخدمة. الأمن والأمان إلى العراق العظيم، خاصة في هذه الأيام العظيمة. نشكر صراحة رئيس الجامعة على توفير كافة المستلزمات اللي يعني تواجدها في المفرزة الطبية، ونأمل أنه تستمر هاي الخدمة طول العمر ما دام احنا موجودين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في كل عام نجدد العهد إلى سيدنا ومولانا الإمام الحسين وأخيه أبا الفضل العباس عليهم السلام من خلال إقامة مفرزة جامعة جابر بن حيان الطبية التي يشرف عليها أساتذة وطلبة جامعة جابر بن حيان الطبية، لينالوا شرف الخدمة لزوار أبي عبد الله الحسين من خلال تقديم الخدمات الطبية، الاستشارات الطبية والإسعافات الأولية والعلاجات، خدمة لزوار أبي عبد الله الحسين المتوجهين إلى زيارة كربلاء المقدسة. نسأل الله التوفيق للجميع وأن يحفظ زوار أبي عبد الله الحسين. نسأل الله أن يوفق
الجميع ويحفظ زوار أبي عبد الله الحسين، وأن يديم علينا هذه النعمة وعلى بلدنا العراق، وأن يحفظ أمة الإسلام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إحنا الآن في مفرزة جامعة جابر حيان الطبية، وهاي السنة الثامنة على التوالي تقدم خدمات لزوار أبا عبد الله الحسين بهذه الزيارة الأربعينية. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي مولانا صاحب الزمان أجل الله فرجه الشريف بمصاب سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام. نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام بالخير والبركة على العالم أجمع وعلى العراق بالأخص. تقوم مفرزة طبية لجامعة جابر بن حيان الطبية بتقديم المساعدة الطبية والاستشارة الصحية والعلاجات. مفرزة عملها متمثل بالطلاب، جزاهم الله خير الجزاء طلابنا ليلا نهارا، شباب فتيات، حقيقة نقدم لهم جزيل الشكر. وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة، فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. اليوم احنا جامعتنا جامعة جابر بن حيان كلية الطب مساهمة بتدريسيها وأطبائها وكوادرها وطلابها، إن شاء الله الصحة والسلامة جميع الزائرين، والله يتمها بالخير إن شاء الله. لله الحمد، تكفل جامعة جابر بن حيان الطبية بإنشاء هذه المفرزة بعمود 160، تقدم أفضل الخدمات الصحية والطبية. يتم الإشراف على الطلبة من طلبة كلية الطب وطلبة كلية الصيدلة من قبل أطباء أخصائيين من نفس الجامعة ملاك الجامعة، ولهذا الزائر يجد كافة الخدمات الطبية متوفرة وبإشراف من الاختصاصات المختلفة من فروع الجراحة، فروع الباطنية، فروع الجلدية، وفروع طب الطوارئ وغيرها من الفروع الأخرى. وبهذا تميز الجامعة جابر بن حيان الطبية بكليتي الطب والصيدلة بوجود إشراف مباشر على طلبة الطب بتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للزائرين من مختلف أنحاء العالم، وبإشراف مباشر من أطباء الاختصاص بتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم وبشكل آني، وإضافة إلى تقديم الخدمات المستمرة لهم. ولله الحمد، هذا من بركة الله سبحانه وتعالى وتفضله على العراقيين عموما وعلى طلبة الجامعة وكوادر الجامعة بخدمة زوار أبا عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. نتشرف اليوم بكوننا ضمن موكب جامعة جابر بن حيان الطبية، والذي يقدم أفضل خدمات الطبية والصحية لزائري أبي عبد الله الحسين، وخاصة في هذه الأجواء الحارة وأعداد الزوار الكبيرة. نشكر كل جهود السيد رئيس الجامعة المحترم وعمداء الكليات وكذلك جهود الطلبة، ونتمنى لهم مزيدا من التوفيق. نلبيك حسينا ونجري لك عينا، نلبيك حسينا يا وريث المصطفى شوقي طالا، لك أنصار نحن سيدي نمضي أجيالا. حسين مولانا في هذه الدنيا تظل عنوانا، حسين مولانا ما غبت في يوم عنا ولست تنسانا، حسين مولانا. السلام عليك يا أبا عبد الله،
وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك لي سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي العالم الإسلامي والمراجع العظام بذكرى 40 إمام الحسين عليه السلام. نحن حاليا مفرزة جابر الحيان الطبية نقدم العلاجات المتوفرة عندنا بالمفرزة للزائرين للزوار يعني الإيرانيين مختلف الدول العربية والأجنبية، والحمد لله الله يوفقنا لخدمة زوار أبو عبد الله الحسين عليه السلام. نعزي صاحب الحصوى الزمان بهذا المصاب الجلل مصاب الإمام الحسين عليه السلام. طبعا احنا مفرزة جامعة جابر ابن حيان نقدم الكثير من الخدمات الطبية والصحية للزوار الإمام الحسين، أضافة إلى ذلك الوجود كثير من الطلاب ودكاترة من الكليتين الصيدلة السريرية وكلية الطب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية باستشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نحن مجموعة من طلاب الطب والصيدلة السريرية في جامعة جابر بن حيان الطبية نقدم خدمات للزائرين. لدينا مفرزة طبية نعالج فيها الزائرين ونعطيهم بعض الأدوية الموجودة المتوفرة لدينا، وإن شاء الله مستمرين في هذه الخدمة لزوار أبي عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعزي العالم الإسلامي والمراجع العظام ذكرى 40 أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. باشرت مفرزة جامعة جابر بن حيان الطبية كليتي الطب والصيدلة بتقديم الخدمات الزائرية أبي عبد الله الحسين للسنة الثامنة على التوالي منذ اليوم السابع من شهر صفر الخير، متمنين جميع الزائرين دوام الصحة والتوفيق. نحن طلاب جابر بن حيان الطبية، هنا نقيم مفرزتنا للسنة الثامنة على التوالي ونقدم الخدمات الطبية لكافة زوار أبو عبد الله الحسين عليه السلام، ونسأل الله عز وجل القبول. تقيم جامعة جابر بن حيان مفرزتها الطبية السنوية على طريق يا حسين عمود 160 لتقديم الخدمة لزوار أبو عبد الله الحسين في أربعينية الإمام الحسين، وتقدم جميع الخدمات الطبية والصحية والدوائية بما يتضمن ذلك أجهزة التبخير والأدوية المزمنة للأمراض السكر وأمراض الضغط، إضافة إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية. فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا، فوالله لا تمحو ذكرنا.